بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالباتي الأعزاء، طالبات الصف السادس الابتدائي في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد. الوحدة الأولى: تصميم المستندات. الدرس الأول: خطوات تصميم مجلة. الجزء الثاني: أهداف الدرس. في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن توضح خطوات تصميم مجلة، أن تستخدم الخطوات السابقة لتحديد المحتوى وتخطيط مظهر المجلة، أن تستنتج التأثيرات الإيجابية والسلبية لاستخدام التكنولوجيا. إن شاء الله بنستكمل الجزء الثاني من الدرس الأول. الحصة الماضية أخذنا تأثير الحواسيب على صحتنا ومضاعفات النظر بسبب الحاسوب وتأثير بيئة العمل غير الملائمة، وأخيرا التأثيرات الإيجابية والسلبية لاستخدام التكنولوجيا. الآن سنتعلم كيف نقوم بتصميم مجلة. لإنشاء مجلة هناك طريقة يستخدمها معظم المصممين لتغطي كافة جوانب التخطيط والتنظيم والتصميم. أنا عندي 7 خطوات علشان أقدر أعمل مجلة. لو أنا حابة أعمل مجلة، إيه الخطوات اللازمة عندي علشان أقدر أعمل المجلة دي؟ أول حاجة فكر في المواضيع التي ستحتويها المجلة. أنا دلوقتي عايز أعمل مجلة، هعمل مجلة ليه؟ علشان أحط فيها 1، 2، 3، خلاص؟ أو الفكرة بتاعت المجلة نفسها، إيه هي الفكرة؟ بعد كده رقم 2، قم بتصفح عدة مجلات واختر التصميم الذي يعجبك. بشوف مجلات تانية واختار تصميم أو شكل للمجلة بتاعتي علشان يكون هو ده التصميم بتاع المجلة اللي أنا هعملها. رقم 3، يجب عليك أن تحدد عدد صفحات المجلة ومحتوى كل صفحة. أنا بعرف عايز أعرف المجلة بتاعتي دي هيكون فيها كام صفحة، وكل صفحة إيه الحاجات الموجودة فيها. هل فيها صور؟ هل فيها مقال؟ هل فيها فيديو مثلا؟ هل فيها تسجيل صوتي؟ وهكذا. يبقى أنا عايز أعمل مجلة، أول حاجة بفكر أنا هعمل المجلة دي ليه. تاني حاجة بشوف، بختار تصميم للمجلة بتاعتي، التصميم اللي هو شكلها يعني من بره، زي الكتاب كده عندنا ليه تصميم، ليه شكل كده من بره. رقم 3، يجب أن تحدد عدد صفحات المجلة. لازم أعرف عندي مثلا 4 صفحات، 5 صفحات، وكل صفحة أنا هحط فيها إيه. رقم 4، خطط على ورق كيف ستنظم محتويات مجلتك. بمسك كده ورقة وقلم وبشوف أنا عندي مثلا المجلة بتاعتي هيكون فيها 4 صفحات، فالصفحة الأولى هخطط عليها شكل المجلة اللي أنا هعملها، شكل الصفحة اللي أنا هعملها. الصفحة الثانية هخطط عليها، الصفحة الثالثة، وهكذا. الخطوة رقم 5، أنشئ مجلدا رئيسا يتضمن مجلدات فرعية لتصنف بها جميع الملفات الخاصة بمجلتك. أنا هاجي على الحاسوب بتاعي أو اللابتوب بتاعي هعمل مجلد. مجلد اللي هو إزاي يعني، أو إيه هو المجلد؟ تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه مجلد. شايفين الأصفر ده أو ده أنا بسميه مجلد أو فولدر. طب إزاي أنا بعمله؟ بضغط بزر الفأرة الأيمن على الحاسوب، بيظهر لي نيو، بختار نيو فولدر. يبقى أنا كده عملت مجلد جديد عشان أحط فيه كذا يعني احط فيه المجلدات بتاعتي الخاصة بالمجلة، او لو انا هحط فيه بقى فولدرات. مثلا عندي فولدر فايل وورد مثلا في مقال او في صور، او يعني المحتويات اللي موجودة جوه المجلة. خلاص، يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت مجلد جديد علشان اقدر احط فيه المجلدات بتاعتي الخاصة بالمجلة. طيب رقم 6، قم بكتابة مقال عن موضوع المجلة الرئيس الذي حددته سابقا. طبعا أنا عارفة بعمل المجلة دي ليه، إيه الموضوع بتاعها، فهكتب مقال عن المجلة بتاعتي. يا جماعة مثلا أنا بعمل المجلة بتاعتي عن دراسة مثلا عن الجبال اللي موجودة في قطر،
فهعمل ايه؟ هكتب مقال. طبعا الحاجات دي انا بجيبها استعمل بمصادر من على الانترنت، بس لازم المعلومات تكون موثوقة، وببحث عن صور او فيديو زي ما قلنا، وببتدي احطه داخل الايه الفايل، مثلا اعمل فايل وورد وبعدين احطه داخل المجلد اللي احنا عملناه دلوقتي. تمام. رقم 7، استخدم معالج النصوص لإنشاء الصفحات وتنسيقها بالشكل المناسب. معالج النصوص عندنا اللي هو الوورد. تعالوا كده نفتح وورد مع بعض. أدي عندي برنامج الوورد أهو، أفتحه. كده فتحنا برنامج الوورد. انا مثلا عايزة اكتب زي ما قلنا المقال مثلا، او المجلة بتاعتي هعمل فيها بحث مثلا، او هكتب فيها مقال عن الجبال مثلا. ممكن اكتب مثلا، او مثلا لو هعمل عن اليوم الرياضي مثلا، اليوم الرياضي. خلاص. طيب، وبعد كده ببتدي ابحث عن معلومات على الانترنت عن اليوم الرياضي وأحطها في الوورد بتاعي اللي هو معالج النصوص، وأبحث عن صور وخلاص. طيب، بعد كده بعمل حفظ للفايل بتاعي ده، وأنا عايزة أحطه فين بقى؟ أنا عملت مجلد جديد علشان أحط فيه كل الحاجات الخاصة بالمجلة بتاعتي، فهروح على الديسكتوب لأن أنا عملت المجلد بتاعي على الديسكتوب، كان اسمه نيو فولدر ما سميتهوش اهو، هفتحه كده. وبعد كده هعمل سيف للايه لملف الوورد بتاعي. تعالوا نفتح نشوف مع بعض المجلد اللي هو اسمه نيو فولدر، وطبعا هسميه طبعا مثلا اليوم الرياضي، ما ينفعش ان انا اسيبه كده، لازم اسميه باسم الايه المجلة بتاعتي علشان ابقى عارفاه. تمام اهو، شفتوا اهو نيو فولدر اللي احنا عملناه بقى موجود فيه ايه ملف الوورد اللي انا عملته عن اليوم الرياضي. طيب نكمل. بعد كده انا عندي تحديد المحتوى وتخطيط مظهر المجلة. نفترض انك قد اتممت الخطوات 1 و2 وتوصلت الى الفكرة واطلعت على بعض التصميمات. دلوقتي انا اخترت الموضوع بتاعي بتاع المجلة، واخترت تصميم كويس للمجلة، مثلا هجيب صورة كده عن اليوم الرياضي معاها علم قطر، يعني الصور موجودة كتير، وعايزة بقى احدد المحتوى وخطط مظهر المجلة. يعني ايه؟ يعني اشوف، همسك ورقة وقلم زي ما اتفقنا ونخطط ونشوف المجلة بتاعتنا شكلها هيكون عامل ازاي، وكمان بنحدد عدد الصفحات وكل صفحة هيكون فيها ايه اللي هم خطوة 3 وخطوة 4. تمام. طيب انا مثلا عندي ايه هي بقى المجلة بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على صفحة الغلاف، الصفحة الاولانية خالص اللي هي بتكون الغلاف زي صفحة الكتاب كده، وبتحتوي على ايه كمان؟ صفحات المحتوى اللي هي الصفحات اللي داخل المجلة فيها ايه، زي ما اتفقنا مثلا لو هتكلم عن اليوم الرياضي اجيب معلومات، اجيب مقال، اجيب صور، وطبعا فيها صور ورسومات وجدول معلومات. جدول بنظم بيكون فيه المعلومات مثلا عن اليوم الرياضي، امتى اليوم، بيبتدي الساعة كام، وهكذا. طيب، بس يتم تنظيمها كما هو موضح في المخطط الآتي. ازاي بقى بنظمها؟ ادي عندي شكل كده، انا بخطط على ورقة اهو، بمسك ورق بشوف ايه المحتويات بتاعت المجلة بتاعتي. أول حاجة الغلاف، وبعد كده مثلا هكتب العنوان المقالة. طبعا العنوان للصفحة ده بيكون موجود في كل الصفحات، والتسجيل كمان. لو تفتكروا احنا أخدنا التسجيل والعنوان أخدناهم السنة اللي فاتت، ازاي أعمل عنوان للصفحة كده يكون موجود في كل الصفحات، أو تسجيل يعني مثلا زي ترقيم كده، يعني الرقم دي 1 2 3 وهكذا.
إدراج رسم. الصفحة التانية مثلا عندي هيكون فيها رسومات، الصفحة التالتة فيها جدول معلومات، فيها رسومات وهكذا. خلاص. بعد كده بننتقل لجزء تنظيم الملفات الرقمية، اللي هو احنا عايزين بقى ننظم الحاجات اللي احنا اخدناها دي كلها داخل مجلدات او داخل فولدرز، وكل فولدر طبعا بيكون فيه فايل زي ما شفنا دلوقتي. احنا عملنا فولدر وعملنا ملف وورد حطينا فيه اسم اليوم الرياضي، تمام. انشاء شجرة مجلدات، كمان في حاجة انا ممكن اعمل في الفولدر اللي انا عملته ده ممكن اعمل جواه فولدر كمان، مجلد كمان اهو نيو فولدر. يبقى عندي فولدر رئيسي وفي مجموعة من الفولدرات، مثلا لو انا هاخد ده اعمل له قط احطه جوه ده، يبقى انا عندي ايه الفولدر الرئيسي ده مثلا، وجوه فولدر تاني، وجوه الفولدر ده عندي فايل صغير اسمه الوورد او الفايل اللي هو اسمه اليوم الرياضي، تمام. طيب انشاء شجرة المجلدات، مثلا انا هعمل فولدر او مجلد اسمه مجلة. المجلة دي هيكون فيها 3 فولدرات تانيين او 3 مجلدات تانيين. المجلد الاول فيه حاجة اسمها الصور او اسمه الصور، التاني اسمه المسودات، التالت اسمه النهائي، وطبعا كل واحد من دول فيه مجموعة من الايه المستندات، او زي ما اتفقنا ملف وورد مثلا او اكسل او اي حاجة فيها معلومات عن المجلة بتاعتي، تمام. طيب احنا بكده خلصنا الدرس، درس بسيط ان شاء الله يكون سهل. هحط لكم صفحة واجب يا ريت نحلها، واشوفكم بقى الحصة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.